بعد ذلك اذا نظرنا بعد مساله الشمول، يبقى الخلق الاسلامي امتاز بهذه الاشياء وامتاز بالشمول. معنى الشمول يعني ايه؟ انه لا ياخذ خلقا ويدع خلقا، انما ياخذ الاخلاق كلها جمله، ايه؟ جمله واحده. وقلنا ان كل جارحه من الجوارح لها ايه؟ مثلا اليد لها ايه؟ خلق ان لا تمتد بالايذاء الى احد، وان تمتد بالعطف والرحمه والتربيط عليه. مثلا اللسان له ايه؟ خلق لا يكذب ولا يأذي الناس ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يقول كلمة باطل. الأذن مثلا لها إيه؟ خلق أنها لا تستمع إلا إلى حق، وإذا رأت باطلا أعرضت إيه؟ أعرضت عنه. كل شيء في الإنسان له ميزان إيه؟ خلقي. يبقى معنى ذلك أن الأخلاق الإسلامية أخلاق شاملة وأخلاق مستوعبة، مفهوم؟ ثانيا الأخلاق الإسلامية تمتاز بعدم سلبيتها، بعدم سلبيتها. ومعنى عدم سلبيتها يعني ايه؟ اسمها هي السلبية. السلبية ان لا تفعل شيئا، والايجابية ان تفعل. فاذا رأيت في بعض الاخلاق الاسلامية صفة يقال لها مثلا صفة سلبية، مثلا الحلم، واحد اساءك فحلمت عليه، الحلم لم تعمل به شيئا، وانت عملت شيء، ده مسألة سكت، والسكوت سلبي ام غير ام ايجابي؟ السكوت، السكوت سلبي. ظاهر الامر ان كل الاخلاق الاسلاميه فيها سلبيه. نقول له لا، انت لا تنظر الى السلبيه هذه، وانما انظر الى ما نشا عن السلبيه من ايجابيه. ازاي؟ ام قال لك لان معنى انك حلمت انك قاومت قوه غضبيه كانت في نفسك، فالصراع لم يكن صراعا ماديا حتى تقول مش ايجابيه، وانما الصراع صراع ايه؟ نفسي. ولذلك الرسول قال ايه؟ ليس الشديد بايه؟ بالسرعة، وانما الشديد هو الذي ايه؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. اذا فهو ساعة ما كان سلبي لانه لم تظهر منه حركة، صدرت منه معركة بينه وبين ايه؟ وبين نفسه وبين الصورة الغضبية. هذه الايجابية. وبعد ذلك تأتي الايجابيات اخرى، في انك اذا اساء اليك انسان ثم احسنت اليه فانك قد رددته إلى جادة الصواب، رددته إلى جادة، وجعلته يخجل من نفسه من أنه استكمل كل صفات إغضابك، ومع ذلك لم يحرك منك ساكنا وعصوت. ماذا يكون موقفه كإنسان يتلقى ذلك منك؟ يكون موقفه إيه؟ ماذا إيه؟ أولا يخجل ويعلم أنك قدرت على نفسك وهو لم يقدر على نفسه، ولماذا تكون أنت أولى بهذا الموقف منه؟ فيخجل من نفسه أولا، وبعد ذلك ماذا يصنع؟ يعتذر، وبعد ذلك يعدل هو سلوكه بالنسبة لك وبالنسبة للآخرين. يبقى ده إيجابية ولا سلبية؟ ولذلك القرآن يقول إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. وبعد ذلك تأتي مثلا صفة الصبر، يقول لك الصبر ده معناه انك انت بتثبت على نفسك عن حاجة وتصبر عليه، برضو دي ما فيهاش